أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الإنساني في اليمن ومسؤولية الشرعية والتحالف إزاء ذلك. قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزي جراندي أن البرامج الإنسانية في اليمن أصبحت مجبرة على وقف أعمالها بسبب العجز في التمويل. وأوضحت المنسقة الأممية أن العديد من البرامج أجبرت على الإغلاق في الأسابيع الأخيرة، فيما سيتم إغلاق 22 برنامجا لإنقاذ الأرواح في الشهرين المقبلين ما لم تتلقى تمويل. وقالت إن الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق معظم حملات التطعيم ووضع خطط لبناء 30 مركزا جديدا للتغذية، وحذرت من أن عدم تلقي الأموال الموعودة خلال الأسابيع المقبلة سيضطرها لتخفيض حصص الإعاشة الغذائية ل 12 مليون شخص وقطع الخدمات عن 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أثار نقص التمويل وتوقف المساعدات الإنسانية على الوضع الإنساني في البلاد، ودور الحكومة الشرعية والتحالف في إيجاد حل لوقف تدهور الوضع الإنساني. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. نحن في حاجة ماسة إلى الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها. الناس يموتون عندما لا تأتي هذه الأموال. بهذه الجمل عبرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ليزا جراندي عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه ملايين اليمنيين، وضع مهدد بالتفاقم أكثر في حال عدم إيفاء الدول المانحة بوعودها لتلبية احتياجات أكثر من 20 مليون شخص في البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية. تقول المنظمة الأممية إن الدول المانحة كانت قد وعدت بتوفير نحو 2.6 مليار دولار، إلا أنها حتى الآن لم تحصل سوى على نصف المبلغ، وهو ما يجبرها على وقف تقديم المساعدات للمحتاجين. ويهدد نقص التمويل الكافي حسب مكتب الشؤون الإنسانية بإغلاق 22 برنامجاً منقذاً للأرواح، مؤكداً أن نقص التمويل أدى إلى تعليق معظم حملات تحصين الأطفال في شهر مايو. مكتب الشؤون الإنسانية أشار إلى أن نقص التمويل سيؤدي إلى تخفيض كميات الحصص الغذائية لأكثر من 12 مليون شخص، كما سيتم قطع الخدمات عما لا يقل عن 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. من جانبها طالبت الحكومة المانحين بالالتزام بتعهداتهم التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، داعية في الوقت ذاته المانحين والمنظمات الدولية إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن. ويرى الكثير أن تفاقم الوضع الإنساني في اليمن وتنصل المانحين من الالتزام بتعهداتهم يضع الشرعية والتحالف أمام مسؤولية إيجاد حل لتدهور الوضع الإنساني، وهو أمر يبدو بعيدا في ظل استمرار الحرب التي لا تعرقل عمليات الاستجابة الإنسانية فقط، بل وتضاعف من أعداد الأشخاص الذين يدخلون قوائمها كل يوم. لنقاش أوسع ينضم إلينا من عدن منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه. أهلا بك معنا سيد جمال. أهلا وسهلا بكم. نعم، بالنظر إلى تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزي جراندي عن أن هناك برامج إغاثية ستتوقف عن تقديم المساعدات بسبب نقص التمويل، ما الذي يمثله تصريحاتها؟ اولا نحييكم ونحيي المشاهدين الكرام. الحقيقه ان الكارثه في اليمن كارثه كبيره جدا، وان الاحتياجات في تزايد مستمر. الاشكاليه بالنسبه في عمليه توزيع الاغاثه وتوزيع العمل الانساني والاغاثي يتطلب هو تنسيق كامل ما بين الحكومه اليمنيه وما بين المانحين وما بين المنظمات الدوليه. هو عدم يعني تصحيح مسار العمل الانساني والاغاثي والشفافيه بشكل كبير، سواء كان المنظمات الدوليه وعدم الرقابه المتابعه من قبل اللجنه للاغاثه والحكومه اليمنيه وكذلك من المانحين، سبب اشكاليات كثيره. كذلك بالنسبه عندما نتحدث عن ان 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 12 برنامج او 20 برنامج اغاثي سيتوقف، طبعا هو سيضيف مأساة كبيرة للمواطنين أكثر مما هم عايشين بمأساة، بسبب كذلك عدم إيصال المساعدات. حتى في ظل الخطط السيئة السابقة لم تصل المساعدات في كثير من المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، لم تصل إليهم الإغاثة في كثير من المناطق محاصرة. وكذلك عند
طبعا الحكومه اليمنيه هي طبعا ساعدت في عمليه نحن نطالب في عمليه ايفاء المانحين لعمليه تقديم المساعدات والمنح التي توعدوا فيها. ولكن حتى لو نظرنا في عمليه المنحه خطه استجابه 2019 اللي هي 2 مليار و600 مليون دولار، هي لا تكفي بالغرض اللي تقدمت لها خطه استجابه اللي هي 4 مليون و200 مليون دولار. فهذا لا. المبلغ تقريبا نفس المبلغ الذي طلبته الامم المتحده او المانحين الامم المتحده في خطه استجابه 2019. وكذلك عندما نلاحظ حتى في عمليه الميزانيه التشغيليه للمنظمات الدوليه كذلك تؤخذ حوالي فوق ال 55%، ولهذا اصلا هي المنح اللي تاتي اليهم ولتوزع للشعب اليمني منح واهيه لا تلفي بالغرض احتياج المواطن اليمني. نعم سيد جمال، تحدثت عن العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وبالتالي تصريحات ليز غراندي، ذكرت أن هناك تنسيق غير يعني مهم أو غير مكتمل ما بين الحكومة وبرامج الأمم المتحدة في اليمن، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يكون هذا التنسيق ضعيف كما ذكرت؟ اولا عدم وجود مكاتبها في الحوصنه الاقتصاديه عدن، الى جانب كذلك المراكز اللي هي كثير من الاعمال الانسانيه تنفذ من خلال شركائها وشركائها ولا لا ينسقوا في المناطق المحرره مع اللجنه العليا للميقات ومع الحكومه اليمنيه، وفي المناطق التي تحت سيطره الحوثي فشركائها هم موالين للحوثي وفي توزيع العمل الانساني والاغاثي للموالين لهم. ولهذا العمليه تكون في ضعف في عمليه التنسيق بشكل عام. الى جانب هذا الى جانب ذلك كله عندما نحن تتحدثون في شكوى من برنامج غدا العالمي وبعض المنظمات في عمليه انتهاكات وعمليه العمل الانساني والاغاثي، وفوقها تستمر العمل الانساني والاغاثي في الفترات الاخيره بدل ان توقف الاغاثه في تحول الاغاثه الى المناطق المحرره من خلالها توصل الاغاثه للاستفاده ب 22 ممر، فهم اصبحت تسلم لهم الاغاثه من برنامج غدا العالمي بعمليه الكاش. وبرغم ان في الخلل موجود لكن لا زال استمرار في عمليه دخل الاموال للحوثيين، وربما قد هذا يسبب كذلك كثير من المانحين ان انهم يتراجعوا في عمليه يعني الوفاء بوعودهم بسبب فقد الشفافيه الحقيقيه بين الاغاثات والامور توصل لمستحقيها للشعب اليمني سواء كان في المناطق المحرره او في المناطق تحت سيطره الحوثيين. نعم، بالتالي ما هي الآثار المترتبة على توقف تقديم المساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي؟ طبعا نحن لا نشجع ولا نرضى أن تتوقف هذه المساعدات للشعب اليمني، ونحن من خلالكم ومن خلال يعني نقول للجميع المانحين أن تلتزم في عملية الإيفاء بتعهداتها للأمم المتحدة لإيصال المساعدات، لأن هذه ستثير عملية كارثة كبيرة وستعيد المأساة كبيرة للشعب اليمني والمواطن بشكل عام. وإنما عملية الترتيب والتنظيم يأتي فيما بعد، كيف يتم العمل في عمل تسيير أو تصحيح مسار العمل الإنساني الغاثي في 2020. بالتالي إذا ما تحدثنا عن دور الحكومة، كيف يمكن أن تجد حلول للحيلولة دون توقف المساعدات؟ هو طبعا في لابد أن يكون في حلول في عملية الجلوس مع المانحين وعملية اللي هي طبعا هم استلموا تقريبا نصف المبلغ يعني من حوالي 1 مليار و200 مليون دولار تم تسليمها. اعتقد الشفافية واصدار البيانات بان كيف تمت كيف صرفت المبالغ السابقة سيشجع المانحين باعطائهم المبالغ الاخرى لاستمرار العمل الانساني والاغاثي. تفضل بالبقاء معي سيد جمال، أرحب بضيفي من الرياض الناشط الحقوقي محمد قشمر، أهلا بك معنا سيد محمد. كيف تنظر إلى تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية بخصوص نقص التمويل وأن برامج الأمم المتحدة مجبرة على وقف المساعدات لهذا السبب؟
أولا شكرا جزيلا للاستضافة. يمكن أن أقول باختصار شديد منسقيات الشؤون الإنسانية في اليمن استلمت مبالغ كبيرة جدا، وللأسف الشديد عندما نتحدث عن الشفافية لم نجد شيء ولم نجد شيء خلال الفترة الماضية كامل. يعني الآن عندما نتحدث عن المبالغ التي كانت في عام 2018 استجابة الخطة الطارئة، الآن 2019 ما هو الجديد فيها؟ هناك نوع من التهويل حقيقة لمحاولة جلب أكبر قدر ممكن من الأموال من الدول المانحة. اسمحي لي أن أقول أولا أن الخطط التي يتم وضعها للأسف الشديد تكون الحكومة اليمنية بعيدة عنها. الشيء الثاني، هناك دائما مراحل في عملية الإغاثة. للأسف الشديد خلال 4 سنوات والنصف حتى الآن ما زالت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في المرحلة الأولى وفي نقطة الصفر من تلك المراحل. بمعنى آخر أن المساعدات هذه يجب أن تكون في المرحلة الأولى الإغاثة وتوفير الدعم أو الغذاء للناس خشية الموت من الجوع. الآن المفروض أن المرحلة هذه تجاوزوها إلى مراحل أخرى جدا. للأسف الشديد ما زالت المنظمات الدولية تعمل بشكل فردي. للأسف الشديد أيضا نقول أن الحكومة اليمنية ليست أكثر من مشرف بسيط لا يمكن أن يقدم شيء. هذه التصريحات التي تقوم بها الزجردية هي محاولة أيضا لمحاولة جلب المزيد من الأموال، ولكن نقول مرة أخرى ما هي الكشوفات أو ما هي الشفافية التي حصلنا عليها خلال الفترة الماضية 4 سنوات؟ هل يمكن للإعلام اليمني أن يقدم عندكم مثلا في القناة هذه أو في أي قناة أخرى يقولون أن هناك شفافية حقيقية من قبل المنظمة الدولية؟ هل تعلم المنظمة الدولية أنها أتلفت الكثير من المواد الغذائية بسبب سوء التخزين في اليمن؟ هل تعلم أيضا أنها أيضا تضع المواد في أماكن خطيرة ما بين فوهات المدافع مثل صوامع الغلال في الحديدة؟ هناك خلل أيضا في إجراءات المنظمة نفسها. يعني الشيء الثاني نقول أن المنظمة بشكل عام عندما تقوم بعمل خطط لديها خطط احتياطية أصلا ولديها احتياط مالي يمكن أن يساهم في تغطية عجز معين لمدة لا يقل عن 2 إلى 3 أشهر. ما زالت للأسف الشديد ليزا جراندي التي حاولت أن تعبث بالإنسانية في اليمن، أنا أقولها بكل صراحة، وحاولت أن تجعل من الإنسانية باب من أبواب الدبلوماسية الجديدة، والتي ساهمت في وقف العرب في الحدودة، والتي ساهمت في وقف التقدم القوات إلى الحدودة، هي ليزا جراندي للأسف الشديد من أجل أن تحصد مكاسب سياسية، وأنا أقول بأنها حصدت مكاسب سياسية لصالح العوثيين. هل استطاعت أن تقدم أشياء حقيقية من مثال الفساد الموجود في صنعاء ومن قبل الميليشيا الحوثية ونهب المساعدة الإنسانية التي تعتبر أيضا بمليارات؟ سيد يعني هناك خلل كبير. تحدثت عن أن عمل هذه المنظمات يشوبها بعض الشكوك وأنه لا توجد هناك شفافية كما أسلفت، بالتالي أين دور الحكومة الشرعية في التنسيق مع هذه المنظمات وأيضا مطالبتها برفع كشوفات لمعرفة أين تذهب هذه المساعدات والأموال من قبل المانحين؟ أنا أتحدث شخصيا مع مسؤولين حكوميين في هذا الموضوع، ومن ضمنهم رئيس ائتلاف الإغاثة وزير الإدارة المحلية، يقول بهذا الوضوح بأننا لسنا أكثر من جهة يعني إشرافية لا أكثر ولا أقل، لا يحق لهم الاجتماع معهم، لا يحق لهم يساهموا في إعداد الخطط المستقبلية للإغاثة للناجحين للاجئين للمشردين، لا يحق لهم يقدموا شيء. مجرد هذه الحكومة اليمنية للأسف الشديد لا تستطيع أن تقدم شيء. الشيء الثاني الذي يطالب دائما الأصل الذي يطالب دائما بالشفافية هم الدول المانحة، لهذا السبب تجد أنه كثير من الدول المانحة غير العربية، لأنه في النهاية احنا نقول أنه في حدود 60 إلى 70% من الأموال التي تصل إلى المنظمة الدولية هي موجودة الآن من دول الخليج، يمكن نسبة كبيرة منها موجودة من المملكة العربية السعودية. لهذا السبب هي الدول التي يجب أن تطالب بموضوع الشفافية. أنا عندما أقدم 500 مليون عندما أقدم مليار دولار ماذا صنعتم بهذه المبالغ وما هي الكشوفات؟ طبعا المنظمة هنا أو منسقة الشؤون الإنسانية عندها شركاء منفذين، عندها منظمات أساسية تبع الأمم المتحدة التي تقوم بعملية التوزيع، أيضا المنظمات لها شركاء تنفيذيين دوليين ولها شركاء تنفيذيين محليين. هل هناك رقابة حقيقية على الشركاء بشكل عام؟ عندما يعني كانت هناك حملة أين الفلوس ظهرت كثير من المفاسد، واستطاعت أن تجبر المنظمة الدولية على الاعتراف أن هناك فساد موجود في صنعاء من قبل بعض الشركاء المحليين التابعين للحوثي. هنا نتكلم على الشفافية التي يمكن أن نقول أنها شبه معدومة.
تفضل بالبقاء معي سيد محمد. أرحب بضيفي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك معنا سيد توفيق. سيد محمد، في سياق الحلقة ذكر أن هناك عدم وجود شفافية من قبل المنظمات المانحة في اليمن، أيضا الدول المانحة لا تطالب هذه المنظمات بكشوفات، وهي التي يعني عليها أن تسائل هذه المنظمات أين تذهب هذه الفلوس. كيف يمكن النظر إلى تصريحات المنسقة بأنها قد تجبر بعض البرامج على التوقف عن مساعداتها في اليمن بسبب نقص التمويل؟ مساء الخير لكل جميع مشاهدي قناتكم. في حقيقة الأمر موضوع الأزمة الإنسانية في اليمن والمساعدات الإنسانية شابه الكثير من اللغط. هنالك مؤتمرين للمانحين في اليمن قدم ما يقارب 5 مليار إلى حد اليوم، ويبدو أن الأزمة الإنسانية ما زالت تراوح مكانها. وهنالك مجموعة من الأسباب، يمكن أولا غياب الدولة أو ضعف الدولة بصورة كبيرة جدا. اليوم لا توجد أطراف حقيقية وفاعلة على الأرض، سواء خاصة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. هنالك حكومة ضعيفة وهنالك جماعات، إضافة إلى يعني هي التي تسيطر على الأرض، جماعات الحوثي أصبحت تتحكم في المشهد في صنعاء وتفرض سياستها وشروطها. ونعرف قضية الخلاف التي حدثت مع برنامج الغذاء العالمي، وأصر جماعة الحوثي بعدم عودته لوفق شروط معينة. اليوم هذه الثقة أعتقد اهتزت بصورة كبيرة، خاصة بعد مجموعة من التقارير التي صدرت بشأن سرقة هذه المساعدات، وإضافة إلى التمويل الحربي لبعض الجبهات أو ذهاب هذه المساعدات للجبهات القتالية، ولم تذهب للمواطنين بالدرجة الأساسية الذين يستحقون مثل هذا الدعم. هذا جعل كثير من الدول المانحة تحجم بصورة أو بأخرى عن المساعدات أو تقللها، وخاصة أن آلية التعامل مع المنظمات المجتمع المدني لم تكن واضحة ودقيقة، وبعض الوثائق التي تسربت تكشفت عن مبالغ مهولة ربما صرفت للتأمين، للرواتب، لغير ذلك. وفي يعني وهذا الأمر كله تضرر منه المواطنين بالدرجة الأساسية. ونعلم كلنا قضية اليونيسف وصرف رواتب المعلمين عندما تحولت من الدولار اليمني والفوارق السعرية إلى غير ذلك. اليوم لابد أن تكون هنالك آلية جديدة، لابد أن يكون هنالك شفافية ووضوح، لابد أن يكون هنالك شراكة من قبل الداعمين والمجتمع المحلي الفاعل الذي يشكل دور الوسيط بين المستفيد وهذه المنظمات. ما لم أعتقد سيتحول الأمر إلى وسيلة من وسائل التكسب والاسترزاق. يعني بحسب تقارير أن الصومال أيضا حصلت على ما يقاسم 59 مليار خلال فترة الحرب السابقة قبل أن تهدأ الأمر، وبالنهاية لم يستفد الصوماليون الكثير من هذه المساعدات. ذهبت كثير منها عبارة عن رواتب وتأمين وإيجارات وسفريات وتنقلات إلى غير ذلك. وأعتقد أن هذا هو المشهد الذي يتم تكراره في اليمن بصورة أو بأخرى. عندما تقرأ الكشوفات التي تتسرب أن تكون هنالك منظمات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالإغاثة وبالشأن الإنساني، وتتلقى مبالغ كبيرة جدا، من أجل ماذا؟ مثل منظم يعني من أجل ما هي الأسس؟ أين دور الرقابة؟ إلى غير ذلك. أعتقد أن حملة أين الفلوس كانت جيدة، عرت، لكن نحن بحاجة إلى استمرار هذه الحملة. بالتالي ما هو دور الحكومة الشرعية تجاه هذه التصريحات؟ إذا فعلا ما توقفت هذه البرامج عن تقديم مساعدتها، ما هي البدائل للمحتاجين لهذه المساعدات؟ اليوم لا توجد بدائل كثيرة. اليوم البديل على الأساس هو يبقى المجتمع المحلي أو المجتمع المدني هو الضاغط. اليوم لا يمكن، الحكومة غير موجودة، يعني نكون واقعيين، خاصة بعد انقلاب عدن. يعني اليوم الحكومة ليست يعني مش قادرة تدافع حتى عن اسمها، عن سيادتها، عن دستوريتها. اليوم في إشكالية كبيرة جدا على المستوى السياسي والتحالف العربي للأسف الشديد أيضا فاقم هذه المشكلة بصورة كبيرة جدا. وبالتالي اليوم لا توجد حلول حقيقية إلا من خلال المجتمع، هذا المجتمع المدني، المجتمع
الإغاثي، الناشطين، الغير ذلك، يشكلون عملية ضغط حقيقية على المجتمعات من خلال وسائل التواصل، من خلال الرسائل، من خلال كشف الفساد إلى غير ذلك، وشيء محاولة مخاطبة الدول يعني الأممية، المنظمات الأممية، في محاولة لإيجاد مسارات جديدة أو آليات جديدة للتعامل فيما بينها. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد توفيق. أعود إليك أستاذ جمال، بالنظر إلى التطورات الميدانية الأخيرة، هل تعتقد أن حجم أو أعداد المحتاجين لهذه المساعدات تزايد؟ طبعا هي الاحتياجات بشكل عام هي مع استمرارية الحرب الأعداد تتزايد بشكل كبير، سواء كان في المناطق المحررة أو في المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثي. لكن العملية الأساسية إذا كان بالنسبة لعملية خطة الاستجابة أو إعطاء الإغاثة أو إيصال الإغاثة للمواطنين، فهو هذا الأساس في أي عمل موجود. لكن القضية ما فيها أن المنظمات الدولية في كثير من المحطات أو في الكوارث التي تحصل أو في بعض لا توجدهم غير موجودين. يعني عندما نحن نتحدث حتى ليس من الآن، من 2016 أو 2017 عندما تحدث أي طارئ سواء كان كوارث طبيعية أو شيء، وعندما نسأل عن المخزون الاستراتيجي لدى المنظمات لا نجده. فلهذا العملية هي تغيير مسار العمل الإنساني الإغاثي والجلوس مع سواء كان من المانعين ومع الحكومة اليمنية، سواء كان اللجنة العليا للإغاثة أو التخطيط والجهات المعنية في عملية تنظيم مسار العمل الإنساني الإغاثي ووضع آليات معينة في عملية التنفيذ. أنا أعتقد ستظل الإغاثة لجميع المواطنين في كل المحافظات على حسب خصوصيات كل محافظة، لكن نعم. الطريقة السابقة اللي تحصل، يعني نحن لما في اللجنة الإغاثة حددنا أن يكون الإغاثة لا مركزية في العمل الإنساني الإغاثي، وحددنا 5 مراكز إغاثية لإيصال الإغاثات من خلالها، يعني بحيث أنه لا يكون في مخازن يكون في استراتيجية في العمل الإغاثي، يعني أساس أن محافظة عدن يعني توصل إليها الإغاثة إليها وتشمل 7 محافظات اللي هي إقليم عدن إلى جانب تعز وإبو البيضة، إقليم مثلا الحديدة وما حولها، إقليم حضرموت 4 محافظات. هذا سيساعد كثير في عملية إيصال الإغاثات في كل جهة، ويكون في كل المنظمات الدولية تتجه على هذا الاتجاه. لكن عملية عدم الشفافية وعمل يعني كشف حساب ما يتم تنفيذه عندما المنظمات الدولية، عندما المنظمات الدولية أو الدول المانحة بالذات المنظمات الإقليمية الخليجية، عندما تجد المنظمات الدولية تشتري أو تقدم شاصات للحوثيين أو تقدم مبالغ مالية أو اللي نزع للغام، وضحت الصورة سيد جمال بالفقيه. أعتذر عن مقاطعتك لضيق وقت الحلقة. أعود إليك سيد محمد قشمر، كنت قد تحدثت عن أن ليز جراندي تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني في اليمن كورقة للضغط لوقف الحرب، أو كما فهمت أنا من حديثك، هل يمكن فهم أن ليز جراندي فعلا تستخدم ورقة المساعدات للضغط على التحالف من أجل إيقاف هذه الحرب؟ في إحدى إحاطات المبعوث الدولي لمجلس الأمن تحدث وبكل صراحة بقوله شكرا لمن كان السبب الرئيسي في اتفاق ستوكهولم، وذكر بالاسم ليز جراندي التي كانت لها الدور الأكبر في إنجاز هذا الاتفاق الذي لم يصل إلى طريق حتى الآن، هذا الاتفاق الفاشل الذي تكون من ورقة واحدة ليقف حرب يعني مشتعلة في منطقة مهمة جدا، الهدف كان منها وقت تقدم الجيش فقط. أعتقد أنه كان هناك تواطؤ وتوافق إماراتي مع ليز جراندي بشكل واضح جدا من أجل وقف الحرب والعملية العسكرية على حدود الحديدة أو في داخل الحديدة، وتمكين الحوثيين من ما تبقى من الحديدة لأهداف ممكن قد تكون طويلة المدى. يجب أن نؤمن إيمان مطلق بأن هناك من يستخدم الإنسانية من أجل تحقيق مصالح سياسية أو مصالح اقتصادية على مستوى العالم. هذا الآن في القانون الدولي الحديث الآن هناك من يقول بهذا الكلام، هناك من يؤكد على مش اليمن فقط ولكن على مستوى العالم أنه يتم استثمار الإنسانية للأسف الشديد بشكل قبيح جدا من الدول الفاعلة وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
يعني عندما نتحدث عن المادة 42 التي تجيز استخدام القوة، متى تم استخدام القوة من أجل الإنسانية؟ للأسف الشديد حتى الآن لم يحدث هذا الكلام. اليمن الآن في الفصل السابع، عندما نتحدث على أن اليمن في الفصل السابع وهناك تدخل عسكري عربي من أجل تنفيذ أو إعادة الشرعية لليمن، ماذا حدث؟ حدث أن هناك من يمنع هذا الكلام، وهناك من يحاول أن يقف التقدم القوات الشرعية للأسف الشديد، وهذا واضح، يعني لا يمكن لأحد أن ينكره. الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها، بريطانيا على رأسها، وللأسف الشديد في تجاوب غير عادي خوفا من الملفات التي تتعلق بالجانب الإنساني أيضا، لأنه الآن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان عن سرعان قد تكون هي من دول عظمى. انظري إلى العراق، من الذي جعل العراق الآن في أسفل السافلين من الناحية الإنسانية؟ ألم يسلم العراق إلى إيران وإلى أتباع إيران وإلى ميليشيات عسكرية طائفية هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا الوضع الآن حاصل في اليمن. استخدام لا 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 استبعد ان يكون العامل في المجال الانساني اغلبهم من الجهات الاستخباراتيه، ولهذا السبب تجد ان كما تحدث صديقي انها من سيئين الى اسوء، لهذا السبب تجد ان لم تتقدم لها. محمد قشمر الناشط الحقوقي من الرياض، شكرا جزيلا لك. اعود اليك سيد توفيق، بالتالي تفاقم الوضع الانساني في اليمن، ازدياد المجاعه، من يتحمل مسؤوليه ازدياد وتردي الوضع الإنساني في اليمن أكثر فأكثر؟ أنا أعتقد تقرير لجنة الخبراء البارزين الأخير كان واضح في هذا الأمر. اليوم هنالك حصار مركب من جميع الأطراف. اليوم التحالف العربي هو مسيطر على الأرض والبر والجو، على الأقل من الناحية البحرية. جماعة الحوثي أيضا تسيطر على الأرض خاصة في المناطق الشمالية، وهي تتحكم اليوم في مسارات تحركات المنظمات الإغاثية خاصة في مناطق سيطرتها. وبالتالي الأطراف اليوم بصورة أو بأخرى جميعها مساهمة ومشاركة في تردي الأوضاع الإنسانية. اليوم هنالك تجارة كبيرة جدا ليس فقط على المستوى الخارجي، اليوم هنالك طبقة إثراء غير مشروع ظهرت إلى السطح بسبب هذه الحروب، سواء لدى جماعة الحوثي أو في أطراف الحكومة الشرعية أو حتى داخل التحالف نفسه. اليوم ذلك إشكاليات كبيرة. اليوم أصبحت المساعدات الإنسانية للاستعراض الإعلامي فليس فقط، وأنا أتذكر في مرة من المرات كنت في أحد القنوات وكان محافظ أحد المحافظات ينكر ما تبثه أحد القنوات عن وصول مساعدة إلى محافظته. بمعنى اليوم الإشكالية كبيرة جدا، في انعدام ضمير، في انعدام رقابة، في عملية إثراء غير مشروع، في حالة فوضى كاملة تعيشها البلد في مشرقها ومغربها شمالها وجنوبها إلى آخرها. نعم، نكتفي بهذا القدر. رئيس منظمة ساب للحقوق والحريات توفيق الحميدي، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي محمد قشمر الناشط الحقوقي من الرياض، وأيضا جمال بالفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة من عدن. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، كل التحايا مني ومن معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة ومن الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.